حاسس ان هو اتقال عشان انا يعني مش شايف ان هو بصراحه كان مدرب اللي هو هياخد بينا افريقيا مثلا ولا حاجه، هو كان اخره ياخد الدوري وخلاص. لا ما بيعملش حاجه كويسه عشان نسيبه. اول حاجه يعني اديك شفت امبارح كل التغييرات اللي عملها جت في صالح بيراميدز مش صالح الاهلي. هو المفروض يمشي من بدايه الموسم مبدئيا، مفيش اي خطه ولا في اي شكل ولا في اي حاجه في الدنيا دي، يعني مدرب تعبان جدا مش على قد مستوى الاهلي. يعني مش هياخد بطوله افريقيا، هو ممكن ياخد دوريات محليه. كل مدرب يتغلب ماتش يمشي بعد ما يجيب بطوله ما تنفعش. او بحس ان احنا ما ينفعش نندفع في اي قرارات انفعاليه، بمعنى ان احنا كسبنا مثلا بطوله فنشيله على دماغنا، خسرنا مثلا نقيله في ثانيه. ذنب الجمهور ده ايه؟ انا عايز افهم احنا ذنبنا ايه؟ مش عارف يحكم اللعيبه صح، اللي هو بيهبط التشكيل. انه فعلا هو ما عندوش فكره. طب ما انت واخد بطوله طول السنه وماشي كويس، كان بينك وبين الزمالك 14 نقطه، وانا كزملكاوي بقول لك ان الراجل ده ما يستاهلش ان هو يخرج. يمشي ليه؟ مشوا ليه؟ اول ما جه ما عملش اي حاجه مع الاهلي غير بطوله الدوري، خسر 5 من سان داونز، وانه يخسر من بيراميدز 3 مرات. لا يعني في حاجه غلط، وانت معاك احسن لعيبه دلوقتي معاك احسن لعيبه. وان المدرب يقول لك انا كسبت الدوري، لما يكون مدرب طموحه مع الاهلي ياخد الدوري يبقى ما ينفعش.